السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة الرافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر تطورات على الساحة العراقية وعلى أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونتكلم في ملفنا الأول عن استمرار معاناة النازحين، خاصة بعد أن كشف تراجع حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عن تنفيذ قرار إغلاق مخيمات النازحين في العراق نهائيا كما كان مخططا له مطلع شهر آب الماضي. كشف ذلك عن حجم المأزق الذي وضعت الحكومة نفسها به بعد تعذر إعادة النازحين إلى مناطقهم المستباحة من قبل الميليشيات. وربطت حكومة السودان تأجيل عملية التنفيذ بالعمل لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، في اعتراف ضمني بعدم توفر تلك الظروف التي تشمل الخدمات والأمن، بعد أن كانت تتجاهل عن عمد دعوات حقوقية أو إنسانية بالتراجع عن قرار إغلاق المخيمات دون تهيئة الظروف الملائمة لعودة السكان، وفي مقدمتها إخراج الميليشيات وما ترتب على وجودها من ممارسات طائفية. وكانت الحكومة قد شرعت بالفعل في إغلاق عدد من المخيمات نهائيا، من بينها مخيم آشتي في محافظة السليمانية بحسب ما أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في 11 من تموز الماضي، الأمر الذي فاقم من معاناة سكان المخيم. وقد أجبر معظم النازحين داخل العراق على ترك منازلهم بسبب السياسات الطائفية للحكومات المتعاقبة في بغداد، والتي استخدمت إزاحة السكان الأصليين كسلاح لمعاقبة وإخضاع أبناء المدن الرافضة للاحتلال في سبيل القضاء على الجهات المعارضة والمناهضة للنظام السياسي القائم على المحاصصة المجحفة التي فرضها الاحتلال كما هو معروف. وتحولت جرف الصخر التي تبعد عن بغداد 70 كيلومتر جنوبا، والتي تتبع لمحافظة بابل وتقع شمال مدينة كربلاء، تحولت إلى قاعدة للميليشيات التي اتهمت بدورها سكانها بالإرهاب بغية تبرير ممارستها الطائفية تجاههم. وأظهرت صور حديثة حال مجموعة من نازحي جرف الصخر في مخيم عميرية الفلوجة بعد أن سكنوا في أحد المساجد التي شملتها إعادة الإعمار مؤخرا، وسط مناشدات بضرورة إيجاد مكان بديل لهذه العائلات النازحة وتوفير خيم كرفانية لهم. فلنشاهد في هذا الفيديو معاناة أحد السكان في هذه المخيمات. هذول ناس نازحين من جرف الصخر يسكنون في هذا الجامع منذ النزوح لحد هاي الفترة، والآن جاءت المؤسسة صاحبة هذا الجامع وجزاها الله خير ما قصرت على مدى 11 سنة، جاء كتاب إنه هذا الجامع لازم يترمم والنازحين يطلعون من عنده. هذا الجامع العوائل تريد تسكن وتطلع، حاليا ما عندهم سكن، ما عندهم مأوى، مستخدمين هذا الجامع للسكن. وناشد وزيرة الهجرة إلى توفير البديل لهؤلاء الناس بأسرع وقت ممكن، لأنه الجامع وصل إلى مرحلة إعادة الإعمار، الهدم والإعمار أو الإعمار أو التصليح يعني. فنناشد وزيرة الهجرة السيدة فيان جابرو بأن تضع لهم البديل أو تجد لهم البديل. يعني تخيل حتى الصحيات مسوينها غرف، حتى صحيات الجامع مسوينها غرف، وهذا الجامع شوفوا، هذا الجامع جزا الله الناس طيبة الخيرة أصحاب هذه المؤسسة بترك هذا الجامع بالله لهؤلاء النازحين. فأني أناشد وزيرة الهجرة مرة أخرى وناشد رئيس مجلس الوزراء، خوش رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بالنظر لهؤلاء العوائل
نازحة حتى نطلعهم من مكان يليق بيهم. ناس يقول لك أنا ما أريد، انطيني كرفان، أريد كرفان بس. طبعا من حق هؤلاء النازحين أن يسعوا للأفضل في حياتهم، أن يحصلوا على كرفانات وحتى على تعويضات بيوت وحياة كريمة، وهذه مسؤولية أي حكومة في أي بلد يحترم نفسها. نبقى مع أحوال النازحين، حيث أثارت صرخات ومناشدات النازحين في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار العراقية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، أثارت موجة انتقادات موجهة للحكومة بسبب إهمال الملف وسط معاناة إنسانية وانعدام شامل لأبسط متطلبات الحياة. وعلى مدى الأيام الماضية تداول ناشطون ومدونون عراقيون مقاطع فيديو من داخل مخيم بزيبز الذي ما زالت تسكنه العديد من العوائل التي لم تستطع العودة إلى مناطقها بسبب سيطرة بعض الفصائل المسلحة عليها في منطقة العويسات بالأنبار وجرف الصخر في بابل. ومن داخل خيمة في مخيم بزيبز العراقي بدأ أحد النازحين في حالة يرثى لها وهو يشكو وضعه، موجها خطابه لوزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان جابرو، مؤكدا أنها أهملت الملف بشكل كبير وأنها لم تتابع أحوال النازحين وهي مسؤوليتها. وقال لا تصلنا أي مساعدات إلا في كل 6 أو 7 أشهر حصة واحدة فقط، مبينا أن الوزيرة وعدت بتوفير مولدات للكهرباء ومبردات هواء ولكن لم يحقق من وعودها شيء. وقال النازح أدعو الوزيرة إلى أن تأتي للمخيم مع أطفالها وأن يبقوا لساعة واحدة فقط في الخيمة ليروا مأساة حرارة الجو القاتلة، متسائلا ما عمل وزارة الهجرة وما إنجازاتها بالملف وهو سؤال محق. كذلك نقل نازح آخر معاناة سكان المخيم من خزانات الماء الخالية، مؤكدا أنهم لم يحصلوا على الماء منذ أكثر من 20 يوم وأن معاناتهم شديدة إذ لا يستطيعون غسل ملابسهم، كذلك فإنهم عاجزون عن طهي الطعام لعدم وجود المياه. لنشاهد قبل استعراض التعليقات. قالت إيبان هاي هم ديك المرة قلت تجيب ست مولدات، وين ست مولدات؟ قلت تجيب مبردات، وين ست مبردات؟ أنا جاي ناشدك مناشدك، إذا هم البرلمان هو برلمان تبدل يا ست إيبان. عمي ما تقدر إلا السلطة، أنا فرحنا على والديك، أنا فرحنا على والديك أطلع من الكرسي، وأنا ما أريد من الإعلام، يا الإعلام يا بن الله يا بن محمد يا بن الكعبة، خلصونا 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 من الدية من ولا دار المسؤولين. أما إذا أنا ما أجيب منك غير شغلة واحدة، تجيبين جهاز وقعدك بالكلفون 5 دقايق ولا تحتفل 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 بإسرائيل الدولة من الحرب والضيم، والنازح مطلوب أبو أبوه، والناس أبو بيت دبل بار يوم ومبرقات وضيم والله، ويركب ورا النازح على الحفاضة، يركب ورا النازح على حباية التمين. يعني تشوفون خليني في الوزارة يا ستيفان، أنا جاي ناشدك مناشدة حتى ما نزلنا منشور راح اشتكى عليك. على شنو عمي؟ نسكت عن حقنا عمي؟ تعالي لو ما تقدرين يا ستيبان يرحم ابيك يرحم ابيك ذاك المال، مشكوك الدمه مشكوك الدمه عليك وعلى ابوك وعلى اهلك، اذا ما جيت لك ما عندنا واب. خلصينا عمي كرفانات جبتيها انسان بحث الحبر بشيء. الكرفانات بدل ما ابتلهم بالسحابه توزعوها للعالم. مو مليانه؟ واحد من عند القران من عند القران الكافر اشرف من عندنا، احنا بس بالجنسيه مسلمين. عمي جرب الله يهدم بيه تجي تخلصهم. المخوش هذا من اكون مبين، والخوش هذا من اكون مبين، يعني انت شوكم خليك بالوزاره، يعني ما تجي تتابعين. إذن هذه كانت معاناة النازحين. ماذا علق المغردون والمعلقون على هذه المعاناة؟ نبدأ مع نصر الفتلاوي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أوصلهم لهذا الحال. وأيضا أبو عبد العزيز العقيدي، فرج الله همكم وأذل الله من أخرجكم من دياركم، نقول آمين. وأيضا حيدر حمد، والله معيبة بحق كل مسؤول وهو يعلم، أكيد يعلم بمآسي هؤلاء الأطفال والعوائل بهكذا ظروف. أيضا إذا علق أبو سمر،
للأسف ماكو شخص صادق يشتغل على ملف النازحين، وهذا مع الأسف معروف لدى أغلب العراقيين. الأستاذ عدنان أغا الصالحي علق قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل، من كل وزارة الهجرة والمهجرين كلهم حرامية، الله ينتقم منهم. أيضا قائد كامل محمود علق قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل على كل من صعد بروسهم وبالتالي عافهم ما وصل لهم وشاف معاناتهم. يعني معروف لما يصل المسؤول لغرضه لا يأتي إلى منطقته إلا يعني عند الانتخابات. إذن هذه كانت التعليقات على معاناة النازحين. ونذهب لاستقبال الاتصال. معنا السيد عبد الرزاق من بابل، حياكم الله أخوي عبد الرزاق. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي عبد الرزاق. أخي عبد الرزاق، ما تعليقك على حال النازحين؟ أستاذ عبد الرحمن، في الوقت اللي نشاطر معاناة أخواننا وأهلنا وأبناء جلدتنا من النازحين، عتبنا على الحكومة، نقول لهم إلى متى تبقى هذه معاناة العراقيين؟ هم النازحين مو من دولة أخرى حتى على مود إحنا نحكي عن معاناتهم وعن أوضاعهم، هم عراقيين. فأقول للحكومة ما أن الأوان الآن تخلقون مصالح وطنية وتجمعون أبناء البلد الواحد، وكافي هذه المعاناة للعراقيين. فالإنسان اللي أخطأ ياخذ عقوبته، والإنسان اللي ما مخطئ عيده إلى بيته، عيده إلى أرضه. يعني إلى متى إحنا العراقيين نبقى هيك نازحين ومتفرجين؟ لا، هذه ما تليق بينا كعراقيين. إحنا معاناتنا وحدة أستاذ عبد الرحمن، لا نازح ولا شخص مستقر ببيته. إحنا كنا يعني إذا اللي تطبق على ابن الغربية تطبق على ابن الشرقية. يعني إحنا معاناتنا وحدة، فاللي نطلبه من السادة المسؤولين أن يضعون حد لهذه أنا أعتبرها مهزلة. كافي يعني من ذاك اليوم إلى هذا اليوم والعراقيين مهجرين ببلدهم، نازحين ببلدهم، هذا ما يليق ببلد. إحنا إذا نريد نبني بلد ونبني شعب ما يصير هيك، كافي هذه. يعني كما رأينا، نعم أستاذ عبد الرزاق، كما رأينا قبل قليل أحد النازحين حمل وزيرة الهجرة والمهاجرين إيفان فائق حملها المسؤولية، هل توافقه في ذلك أم أن هناك أسباب أخرى لمعاناة النزوح؟ أستاذ عبد الرحمن، أنت كل زين تعرف بأنه هذه المعاناة أو الأسباب اللي يعني تؤدي إلى زيادة تفاقم معاناة النازحين هي أسباب سياسية، وبالأخص هي أسباب مشاكل بين الأطراف المتخاصمين. فأبناء البلد ما نبدأ داخل. أما بالنسبة لمطالبة الأخ لوزيرة الهجرة، أنا أعيده يعني المفروض هي ما زال يعني اليوم جاي يتعاملون بهذه الطريقة، هذه على وزيرة الهجرة أن تتخذ مسؤوليتها، أن تحمل مسؤوليتها وتوفر لهم كل ما يطلبونه من احتياجات. أما إذا تبقى هيك الحالة، يعني رئيس الحكومة يشمرها على وزيرة الهجرة والمهاجرين، وزيرة الهجرة والمهاجرين تشمرها على أخرى على جهة أخرى، ويبقى هذا المواطن العراقي بين الدفتين، لا يعرف ما يعرف إلا من يروح. فيا أخي، هذه المعاناة يعني لازم يصير لها حل. وأقول لرئيس الحكومة والمسؤولين بالحكومة العراقية، آن الأوان لحل مشاكل العراقيين، ابدوا بالمصالحة الوطنية وكافي. هذه تبقى يعني العراقيين مغتربين ببلدهم، يعانون المعاناة الأليمة ببلدهم. فعلى رئيس الحكومة وعلى البرلمان وعلى كل الجهات أن تتحمل مسؤوليتها وتضع حد لهاي المهزلة. كافي بعد من ذاك اليوم لهذا اليوم العراقيين بنفس الآلام وبنفس المعاناة والتهجير والنزوح، فهذا ما يليق ببلد، ما يليق ببلدنا احنا عراقيين. إلى متى تبقى هذه المعاناة؟ فعلى
كل المسؤولين أن يباعون للعراقيين بعين الرحمة وبعين الرأفة، ولا يسرقون، وكافة عنصرية وكافة طائفية، لأنه بعد ما ماكو طاقة تحمل ومعيبة معيبة على المسؤولين بالحكومة العراقية أن يسرقون بين أبناء الشعب الواحد. إحنا يا أخي إحنا أبناء جلدة واحدة، أبناء وطن واحد، فما أريد هذه المعاناة تستمر. لا أريد ابن الشرقية عايش يعني بوضعة، ولا ابن الغربية عايش بوضعة. أريد كل العراقيين عايشين وضع واحد وينعمون بالأمان وينعمون بالاستقرار، وما أريد مهازل. وتحياتي لك أستاذ عبد الرحمن. حياكم الله أستاذ عبد الرزاق، كنت معنا من بابل، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن مشاهدينا إلى ملفنا الثاني، حيث انتقد مسافرون ومتخصصون في قطاع النقل الجوي والطيران الخدمات المقدمة على متن الخطوط الجوية العراقية في ظل ما تعانيه الشركة من فساد وإهمال جراء عقدين من صراع الأحزاب عليها، كونها تمثل مصدرا مهما للمال والنفوذ. ويرى المختصون أن الخطوط الجوية العراقية سقطت في مستنقع الإهمال الحكومي المتواصل والإدارات الفاسدة، مما جعلها تتراجع كثيرا في ظل سيطرة أشخاص من غير المختصين في النقل الجوي على مقاليد الأمور فيها، بل وتسجيل تدخلات فجة وغير مهنية من مسؤولين متنفذين. وخصصت الحكومات المتعاقبة موازنات مالية ضخمة للخطوط الجوية العراقية، إلا أنها لم تسهم في تطور وضع الناقل الوطني العراقي، حيث تظهر أرقام رسمية تخصيص مبالغ تراوحت بين 161 إلى 550 مليار دينار عراقي بين السنوات 2019 و2024 للتطوير، وهي ميزانية ضخمة بطبيعة الحال. وبات تأخير الرحلات وعدم التزام الشركة بمواعيد السفر ظاهرة تؤرق المواطن لما يترتب عليها من تبعات. ففي مطار البصرة أكد معتمرون تأخرهم لمدة يومين فقط، يومين، جراء عدم التزام الخطوط الجوية بمواعيدها في سابقة ربما لم تحصل بكل دول العالم. فلنشاهد إذن يا رئيس الوزراء، رحم على والدي، كذا تسمع صوتي تقبلها الناس. احنا صار لنا يومين هنا، يعني لا هم قايلين اطلع ولا هم قايلين روح. هسه شنو الحل؟ ان من نوصل صوتنا؟ يا التحاكي لك انا مالي غرض، يا التحاكي لك انا مالي غرض، وش وين نروح؟ احنا رايحين البيت الله. عمي ما رايحين شو اسمه، رايحين البيت الله، نريد نزور بيت الله. اللي يزور بيت الله هيك يسوون بي، نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كلمه سوى هاي الشيء. يا اخي خلوا هاي الناس، ناس كبار، هاي ناس معقله، ناس هاي الشيبه، شيبه الها، هاي الشيبه مباركه. يا مطار انت، يا مطار، يا مطار، هاي انت يا مطار، مطار البصره. عمي احنا مطار البصره. يا رئيس الوزراء اذا تسمعنا، سوي لنا شاره، سوي لنا شاره. يا محافظ البصره، يا سعد العيداني، المن نروح؟ شو بعد اكثر من هاي، شو نسوي؟ وين نروح؟ كل الرحلات جايه تطلع دبي وقطر، زين ليش احنا واحد ما تطلع؟ السعوديه ليش ما تطلع؟ ما هذا بس السعوديه. صار يومين بالمطار. يبدو أن هؤلاء المعتمرين يعني يطالبون في هذا البلد لربما بأمور تبدو للبعض رفاهية زائدة، تبدو للحكومة العراقية رفاهية زائدة، وهي من أبسط حقوقهم ألا يتأخر موعد رحلاتهم، وهم يخرجون بطبيعة الحال إلى العمرة لتأدية منسك من مناسك هذا الدين. ومن مطار البصرة إلى مطار بغداد الدولي، حيث شهد المطار فوضى كبيرة جراء تأخر رحلات الخطوط الجوية العراقية أمس السبت. وأوصت لجنة تحقيقية بحادثة فوضى مطار بغداد الدولي اليوم بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، إضافة إلى 5 مسؤولين آخرين، فيما قررت تكليف ذو الفقار عبد الحسين بدلا عن عبد المنعم خلال فترة سحب اليد. وبحسب وثيقة صادرة من وزارة النقل، فإن اللجنة قررت أيضا سحب يد كل من مدير القسم التجاري في الخطوط الجوية مصطفى شامل أحمد، ومدير قسم عمليات الطيران إيهاب سعد كريم، ومدير القسم الفني سيف شامل عبد الرحيم، ومسؤول شعبة الإدارة التجارية حسام مجيد مانع، ومسؤول شعبة الحركة أحمد فاضل عباس،
وجاء سحب أيدي هؤلاء المسؤولين بعدما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فوضى في مطار بغداد الدولي بسبب تأخير عدد من الرحلات. وبحسب مراقبين فإن الفوضى نتجت عن سوء التخطيط وتجاوز الطيارين الساعات القانونية للطيران وسط غياب المسؤولين الميدانيين في المطارات. لنشاهد جانبا من هذه الفوضى وحالات الشجار التي حصلت في المطار بين المسافرين والموظفين في الخطوط الجوية ومطار بغداد قبل أن نستعرض التعليقات. هاي الزوار جاي لبعض كلنا وكلنا تأخروا بسببه وكلنا نجاب عليه تأخروا بالألف دولار. بس اسمعني يطلعون المسافرين وتجون علي وسببتم شكوى تفضلوا تواصلوا وتروني يصير هذا هو معكم وراح تحلون الشيء قالوا وياك من المعروف بطبيعة الحال أن المطارات يجب أن تكون مرتبة ومنظمة وعمليات التنسيق فيها عالية جدا. كيف علق المغردون على هذا الأمر؟ إذن نذهب للتعليقات. ليث الياسري علق قائلا مطار بغداد عبارة عن مهزلة من ألفه إلى بائه. أيضا مهدي صالح علق قائلا هو بس مطار واحد بغداد وما دبرتوها فضحتونا والله يفضحكم أو فضحتونا الله يفضحكم ويسود وجه كل فاسد وحرامي. طبعا يعني هذا الأمر من حق المعلقين أن يتحسروا على مطار بغداد وهو المعروف. إذا أيضا صباح علق أو علقت قائلة يجوز الوجهان أغلب مفاصل البلد في تدهور مستمر بسبب تولي المناصب العليا والوسطى من قبل كوادر غير مختصة ولا مهنية وتوليها من قبل مرشحي الأحزاب على حساب مصلحة البلد. أيضا هبوش الجاف قالت مع الأسف والله شيء مخزي للبلد هي حال المؤسسات من يديرها ناس مو فاهمة شغلها. طبعا أغلب هذه المناصب توزع عن طريق المحسوبيات. ذكرى النجار على ما أعتقد علقت قائلة هاي مو مشكلة تأخير الطيارة لأي سبب بس على الأقل يحترمون المواطن ويبلغوه. احنا قبل يومين رحلة الهند الساعة 7 مساء وما طارت الطيارة الا الساعة 9:30. بدهم ما يكلفوهم خاطرهم ويبلغون المسافرين بالتأخير. وطبعا رحلة الهند والكل يعرف معظم المسافرين مرضى. ايضا اذا انتهت هذه التعليقات ونذهب الان مشاهدينا الى ملفنا الثالث وهو إذن معنا أبو عبد الله من صلاح الدين. حياكم الله أخي أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن. حياكم الله أستاذ أبو عبد الله. حال العراق ومطاراته ومرافقه هل يعني تشعر بالأسف لهذا الحال الذي وصل إليه حال العراق وخدماته الآن؟ حال العراق الكمشتنا ناس اصابات استاذ العزيز جاله يجيبوك ويفيد جيبه ويفيد ربعه ويفيد الحزب اللي يقولوا هم حزب هو مو حزب هم شله مال مافيات يعني عندك ابسط شيء النازحين من السلم مال النازحين مصالح المطلق باقي فلوسها وباقي باقي 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 تجيهم مساعدات من برا وغير برا
يعني حتى المنظمات الدوليه من تجي لازم تجي لصالح المطلق ام لصالح المطلق. لصالح المطلق شنو يعني؟ يعني عصا باقي فلوس النازحين، يعني شنو والله هسه نازحين بداخل العراق نازحين؟ وين اكو حشي؟ هسه ارجع انت قبل 2003 استاذ العزيز ما كانت عندنا كل الدول العالم، كل دول العالم بها وزاره هجره ومهجرين، والعراق ما به وزاره هجره ومهجرين. يعني هم حيسوون ماكو من يخططون يخطط قبل بسنه على وزاره ماكو ليجي يسوي هذا الشيء. يا عمي ما يصير ما يصير. يعني انت تقيس يعني مطار بغداد، مطار بغداد الدولي يعني بسيط بسيط، يعني ماكو كانت العالم تحلم حلم الطبي يعني نقصوا حتى مطار بغداد. من تجي تقيس يعني شنو؟ سووه ذول المسؤول مسؤولين يا مسؤولين والله انا عاد اكثر من اقول مسؤولين. هذا حكي اكثر من اقول هذول الناس السيئين. جتنا ناس سيئه، طبقه سيئه على تحكم البلد ماكو، دمرت البلد. ومن تجي تقيس انت اخونا العزيز من بلد مصر ونعتز احنا بمصر وشعب مصر. يعني بثمانينات من كان المصري يمنا بالعراق مقدر معزز مكرم يعني الى ابعد حد، وهذا الشيء نعتز به نعتز به، لان المصري من جانا اخ ما جانا غريب مختلف. طيب استاذ ابو عبد الله، استاذ ابو عبد الله، يعني بعد 21 سنه على احتلال او بعد 21 سنه على احتلال العراق، كيف برايك كيف من المفترض ان يكون مطار بغداد؟ ما هو الحال الذي يجب ان يكون عليه مطار بغداد واي مرفق من مرافق العراق بعد 21 عام على عملية التحرر كما يراد ترويجها من قبل العالم؟ يعني على هاي المبالغ وعلى هاي الفلوس الطائلة وعلى هاي الميزانيات الانفجارية، يعني المفروض مطار بغداد يعني بكل الدول ماكو منه. يا اخي ماكو هذا النفط اللي حينباع، هاي التجاره هاي كلها ماكو من يطيح، وصرف مليارات، صرف مليارات، المطار عسير نحو الاسوء، صرف مليارات، صرف مليارات، يعني من تجي تقيس زراعه نحو الاسوء، اسوء يعني كلها كلها نحو معامل اهليه انسدت من وراء هذا الشيء في سبيل استفاد جاره السوء ايران. نعم ذكرت ابو عبد الله ان جاره السوء ايران، لماذا؟ من اي ناحيه؟ جاره السوء ايران بالنسبه للمطارات، كيف تتدخل ايران بهذا الملف؟ استاذ العزيز العراق قام ينحسب محافظه من تابع لايران. العراق ما هو المش، هذول مو قلت في سياسيين سياسيين، هذول يمشيهم واحد من ايران، ترى واحد شخص واحد يمشيهم من ايران. هذا خاف اقول لك انا سياسي، هذا خليه يسكت، خليه يطلع على الصفحه. عمي هذول مو سياسيين، هذول سيئين، جو البوب ونهبه البلد، نهبه النفط عمي. يعني اكو سوالف ولا اكو سوالف من نسولف باكر يشيلون يعني. يعني شنو والله فتره داعش، جت فتره داعش. الحقول الحقول على جبل على جبل حمرين. شنو والله داعش بصفحه وجيش بصفحه، هادي بوب وهادي بوب. وين اكو حكي؟ عمي ناس جتنا ناس سيئه، ناس مو طغاة، ناس كانوا دايحين برا بالخارج. برايك هل تم، نعم ابو عبد الله، هل تم استغلال موضوع وجود داعش كمطيه يعني وجود الفساد او للمتابعه بالفساد ولنخر مؤسسات الدوله برايك؟ مؤسسات الدوله اكو داعش واكو داعش بداخل الدوله، اكو داعش وداعش بداخل، داعش نوعين، داعش القاتل ماكو ذبح المنتسبين ذبح على يسموه، واكو هسه داعش الموجودين بمؤسسات الدوله اللي يذبحون الشعب العراقي. هاد انقص من ذاك، مع احتراماتي لك ومع احترامات المشاهد. اذا يعني هذاك داعش مبين انه يذبح، وهذا يذبح الشعب العراقي. إذا أشكرك جزيل الشكر أبو عبد الله من صلاح الدين، كنت معنا عبر الهاتف. ننتقل إذا معكم مشاهدينا إلى ملفنا الثالث، حيث حل العراق مؤخرا في المرتبة 79 كأسوأ بلد في تقديم الرعاية الصحية على مستوى دول العالم. ولم يتقدم العراق في مؤشر الرعاية الصحية للمجلة الأمريكية سيولد لعام 2024 إلا على دول فقيرة وغير مستقرة مثل بنغلاديش والسودان وأوغندا وباكستان والسلفادور.
ويعتمد مؤشر الرعاية الصحية على تحليل إحصائي للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية في البلدان، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية وكفاءات المتخصصين في الرعاية الصحية كالأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين، ثم التكلفة المترتبة على الفرد وتوافر الأدوية عالية الجودة واستعداد الحكومة. ويأخذ مؤشر المجلة الأمريكية المعنية بتقديم إحصاءات عن جودة الحياة في دول العالم، يأخذ في عين الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة. وباتت صور تعطل الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية من الظواهر المزمنة في القطاع الطبي المتهالك بعد الاحتلال، إذ أكد مواطن من النجف تعذر إجراء فحص بالرنين المغناطيسي في مستشفى الصدر التعليمي على الرغم من موعده المسبق الذي انتظر من أجله شهرين ونصف، ليتفاجأ عند حلول الموعد بهذا العطل. لنستمع لشهادته في هذا المقطع الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي. اللي ورايا غرفة الرنين المغناطيسي ومستشفى الصدر، صار لي شهرين ونص عاجز، وهاي ورقة الرنين ومكيف على أساس اليوم موعد الحجز مالتي وأسوي رنين، جيت عاطل. طبعا قبلها بفترة هو هم عاطل، وهسه أنا اليوم بتاريخ 8/8/2024 مصادف يوم خميس، جيت عاطل. فيا جواد الغزالي مدير صحة النجف ويا مدير مستشفى الصدر، انتم تدرون لو ما تدرون، بس نريد نفتهم انتم شنو دوركم هنا؟ الانسان الفقير اللي ما عنده وين يولي؟ والله اللي عنده فلوس واللي عنده واسطات وعلاقات يسوي الرنين ولا يهمه، ويدفع وين ما كان لو 200 الف برا، بس اللي فقير المواطن الفقير وين يولي؟ اللي محتاج رنين مهم ضروري يكون يسوي الرنين وين يولي؟ جواد الغزالي تندلي مدير مستشفى الصدر، شنو شغلك انت؟ بس راتب، بس نريد نفتهم احنا انتم بس رواتب، لو شنو دوركم يا مستشفى الصدر؟ اذا مشاهدينا هذا كان حال مستشفى الصدر، ومن المعلوم ان العراق خامس اغنى دولة نفطية في العالم، ومع ذلك لا يستطيع مواطنوه الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض، لا سيما أن الكثير من الأدوية المخصصة منتهية الصلاحية. أما الأدوية سارية المفعول فيتم في كثير من الأحيان بيعها من أجل الربح الخاص في صفقات تتم من تحت الطاولة، وتستفيد منها الطبقات العليا على حساب الفقراء. وأشارت صحيفة ذا ناشونال التي تصدر باللغة الإنجليزية في أبوظبي أشارت إلى أن القطاع الصحي في العراق في طريقه للانهيار بسبب دمار البنية التحتية ونقص الأدوية وهجرة الأطباء والفساد في سلاسل التوريد. وفي درجات وصلت إلى نصف درجة الغليان بات مشهد تعطل أنظمة التكييف في المستشفيات والآخر من المشاهد المتكررة، الأمر الذي يفاقم من معاناة المرضى ومن برفقتهم في الردهات خلال تلقيهم العلاج، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام طرق بدائية للحصول على نسمات من الهواء لربما تخفف من معاناتهم. لنشاهد كيف كان المشهد في مستشفى الصدر التعليمي في ميسان هذه المرة بعد تعطل أجهزة التكييف. هاي سوار الطافية ويعلم كاتل الحار شين ذن فايزين باصات في الشباك العالم ظلت هفة طبعا حر في الصيف وبرد في الشتاء، ويعني يزيد الطين بلة هذه المعاملة الجد راقية لا نقول أكثر
من ذلك يشهد القطاع الصحي في العراق أيضا ترديا مستمرا بعد سنة 2003 بسبب سرقة الأموال المخصصة لبناء المستشفيات وتطويرها، ما جعل مستشفيات العراق من بين الأسوأ عالميا. وتعد وزارة الصحة من بين أكثر الوزارات فسادا، وطالما كشف عن صفقات شراء معدات غير لازمة وإهمال تغطية الحاجات الأساسية التي يفترض توفرها في المستشفيات. وبات تعطل المصاعد في المستشفيات الحكومية هو الآخر من الظواهر السلبية التي يعاني منها المرضى والمراجعون، لا سيما أن أكثرهم ممن يعجزون عن الحركة ويتطلب الأمر جهودا كبيرة لنقلهم من طابق إلى آخر عبر السلالم، كما حصل مع سيدة مسنة مقعدة حينما تعذر نقلها عبر المصاعد المعطلة في مستشفى الديوانية التعليمي في محافظة القادسية، ليعاني ذووها الأمرين عند نقلها عبر السلالم، كما تبين الصور التالية لنشاهدها قبل عرض التعليقات. إذن لنتابع هذا الفيديو عن تعطل المصاعد في المستشفيات. يوميا هالمصعد عاطل. إذن هذا هو الحال الذي وصل إليه العراق والمواطنون بعد احتلاله وبعد مجيء هذه الحكومات المتعاقبة. كيف كانت التعليقات على هذا الموضوع؟ جسام المالكي علق قائلا: قضاء شكدة شكبرة ما بي مستشفى بحظ. أيضا أحمد الدوسري علق قائلا: غير بفضل السراج المال العام وصلنا لهذا الحال، حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا عبد اللطيف الجنابي قال: هاي فعالية حتى يغيرون نفسيته ويحسسوه هو مدير عام مو مريض، هاي اسلوب جديد بالمستشفيات راح يطبقوه في أوروبا ودول العالم. طبعا هذا التعليق التهكمي، يعني له الحق عبد اللطيف أن يتهكم على هذا الحال الذي وصلت إليه المستشفيات والقطاع الصحي عموما. هادي العابدي علق قائلا: يومية صيانة، وبمكان هاي الصيانة كان ينفذون مصاعد جديدة ويقدرون ينفذوها من الخارج، هم تخفف الزخم داخل المستشفى وتوزعه مباشرة عند كل طابق، وهم سرعة التنقلات من خارج المستشفى وإلى الداخل وبالعكس. أحمد آل حلبوص الكلابي قال: والله مهزلة، يعني عطل مصعد واحد عادي، العطل وارد، باقي المصاعد وين هم عطلون أو وين هم تعطلوا؟ معقولة تعطل جميع المصاعد بنفس الوقت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي الحسناوي طبعا هذا التعليق جئنا عليه وهو مكرر، علي الحسناوي: مستشفى شكبرة ما بي مصعد غيره بلوح. إذن هذه كانت التعليقات على هذه الحال الذي وصل إليها القطاع الصحي في العراق. ننتقل بعد هذه التعليقات إلى ملفنا الرابع، حيث يرجع مراقبو الشأن الاقتصادي أسباب إهمال القطاع الخدمي وانهيار البنية التحتية على الرغم من الموازنات الانفجارية إلى عمليات الفساد وسيطرة الأحزاب المتنفذة على مفاصل الدولة كافة، فضلا عن إجراء تعاقدات مع شركات وهمية إلى جانب سوء التخطيط والتنفيذ.
وبات مشهد الجسور الآيلة للسقوط في محافظات العراق كافة لا سيما الوسط والجنوب من المشاهد المألوفة لدى العراقيين بعد أن تبخرت التخصيصات والأموال المرصودة لصيانتها وذهبت إلى جيوب الفاسدين، الأمر الذي يهدد أرواح العراقيين ممن يستخدمون المرافق الخدمية لا سيما الطرق والجسور. ففي قضاء الشامية بمحافظة القادسية رصد مواطنون تخسفات في الجسر وسط مناشدات للالتفات إلى هذا الأمر قبل حلول كارثة قد يترتب عليها خسائر بالأرواح. إذن لنشاهد تهالك الجسور في العراق. في جسر الشامية المتهالك الآن الذي أصبح يشكل خطر على حياة أبناء المدينة من أصحاب المركبات وأصحاب الدراجات النارية. طبعا هذا الجسر قبل فترة تمت صيانة هذا الجسر وصرفت على هذا الجسر مبالغ طائلة دون جدوى، مثل ما تشوفون اجت سيارة داست عليه ركز الجسر. وينتقد مختصون العشوائية في إحالات المشاريع لشركات سورية بهدف تحقيق منجز سريع يحسب لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني دون الاكتراث بجودة ومتانة المشاريع المنجزة أو حتى بمصيرها الذي ينتهي به الحال ليصنف في خانة المشاريع المتلكئة. ويجمع المختصون على تحول نظام الإحالة إلى حلقة من حلقات الفساد المسببة لهدر المال العام وزيادة أعداد المشاريع المتلكئة كونه يعطي الأفضلية للشركات الوهمية على حساب الشركات الرصينة ممن تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة والمنجزات. ولفت المختصون إلى أهمية تفعيل الآليات الصحيحة والمتبعة في دول العالم في إنجاز المشاريع عبر الإعلان عن مناقصات عامة تفسح المجال للتنافس وفقا لضوابط صارمة توجد بيئة تنافسية فيها الشركات أو توجد بيئة تتنافس فيها الشركات المتقدمة بشكل شفاف ونزيه لتقديم الأفضل مما لديها. ففي البصرة أحيل مشروع صيانة جسر سعد لشركة مقاولات بكلفة 590 مليون دينار عراقي، وبعد افتتاحه مؤخرا وخلال فترة بسيطة وبسبب الفساد الحكومي في التنفيذ تفككت أجزاء من الجسر. وفي محاولة منها للتغطية على ما حصل وفي حل ترقيعي سارعت السلطات إلى ربط أجزاء الجسر بسلاسل حديدية قد تنقطع في أي لحظة وتسبب بحدوث كارثة لا قدر الله. لنشاهد هذه الشهادة حول جسر سعد قبل عرض التعليقات. المسؤولين أعزاء الإخوان المسؤولين، هذا الجسر سعد انفتح الجسر لبيامة فلتن من الجسر ما شفنا شاهدين بسلسلة سلسلة شادين من البيم ما جاي قباله، ذاك البيم فلت وذاك البيم فلت، ذي السلسلة موترة على آخر قوة. شوف ذي السلسلة بس تنقطع هذا الجسر يفلت ويسوي مشكلة. فرسالة إلى جميع الإخوان المسؤولين الطرق والجسور من يهمه الأمر، حتى الإخوان المواطنين اللي يستفادون من الجسر، أهالي الزوين الزريجي، هذا الجسر راح ينهار. الجوز ما يقاوم اليوم او باكر ياخذ له يوم يومين وينهار الجسر. فتلاحقوا الجسر يا اخوان، الجسر هذا اللي فايد اكبر عدد من الناس، وهذا البيم ماله طايح اكبر. هاي مكسوره شوفوها، هاي مالته مكسوره صلوات، شوفها مكسوره، هاي طفره انكسرت وراح تنكسر الثانيه. إذا انكسرت الثانية بعد أنت أقرأ على جسر السلام طيش أبي بتصعدي ولا من أطاقها باقي خاصة. يعني يعتبر هذا حلا ترقيعيا صرفا. إذا ماذا كانت التعليقات حول هذا الموضوع؟ هاشم الإسكندر علق قائلا يعني دولة كلها صارت مقاولات، وين موظفي الطرق والجسور؟ ما يقدرون يشتغلوه تنفيذ مباشر. أيضا حيدر ميراج علق قائلا كل يوم الصبح ساعة اللي أعبر من وراء الازدحامات والجسر كله يهتز، بس الله يستر. اللهم آمين. إذن أبو علي البصراوي لعد المسؤولين ما يمرون ويشوفون الجسور كلها خردة وتعبانة. إذن علاء كريم بدر
أيضا علق قائلا: لعنة الله على الأحزاب الحاكمة الفاسدة والبرلمان الفاشل، أساس دمار البصرة المظلومة. أبو أساور الراشد علق قائلا: هي حكومة التلزيق مع كل الأسف، منصب المدير العام صار بيع علني والخدمات صفر وتلزيق، حتى الجسور صارت تلزيق مع الأسف. إذا نجوان الخياط علق قائلا: المفروض دائرة الطرق والجسور عدهم فحص دوري للجسور والمجسرات لتفادي الكوارث، لأنه إذا انخسف هذا الجسر تصير كارثة. إذا بهذا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صوتكم في حلقة جديدة بإذن الله، نلتقي وبحوله، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.